واصلة لفريق الرجاء الذي ما زال يلح ويترجى الشباك وعسى ان ياتي الهدف الفريق، والذي يعني حتى الاسم يعطيك بعد اخر، حتى الاسم يعطيك بعد اخر، لانه الاسم في تلك الجمعه التي كانت بصالح الشهيره عندما اقترحت اسماء، عندما اقترحت اسماء قال احدهم وهو بانه نحن في ظل أننا نرجو الله دائما، ودائما الرجاء يكون لله سبحانه وتعالى، وإلحاحنا يكون لله سبحانه وتعالى، لذلك لا نسميها الرجاء. فبقي الإجماع على اسم الرجاء، فبقي الإجماع على اسم الرجاء، وهذا في حد ذاته يعني أمر له ارتباطه الجميل وله قيمته الجميلة وله معانيه الجميلة السامية التي تعكس لك حتى تلك الفترة، رغم أنها فترة كانت عصيبة، فترة فيها مقاومة كبيرة جدا، لكن الارتباط الوجداني يعني بالدين كان عميقا. وعموما يعني المغرب إذا ما بحثت في تاريخها يكفيك أن تتحدث عن الفقيه الدهري، عن محمد بن الأمين أبو أويس الشهير صاحب جراب الأديب السائح والشذرات الذهبية في السيرة النبوية، ويكفيك الآن أن تسبح في فكر الشيخ الجميل سعيد بن محمد الكملي الذي يسبح بك في سوابح الفكر الديني والإسلامي ببساطة وبأسلوب جميل، يعني تستلهم منه سماحة الدين والموعظة الحسنة، وتستطرب به دينيا وأنت تسمع لحديثه، وثقافة العليا وأدب الثر الذي يثري به الساحة خلال هذه الفترة، وهو مثالا تفتخر به كعربي بصورة عامة وكمسلم بصورة عامة، للشيخ سعيد الكملي يعني دام الله عمره، وغيرهم من المغاربة على صعيد الأدب. عندما تقرأ تاريخ الأدب المغربي والأدب المغربي الأندلسي والفترة الإدريسية والفترة المرابطية والفترة الموحدية وبعد ذلك أجناس الأدب المغربي في الرواية المغربية، كل هذه يعني سياحة قائمة بذاتها في الأدب وفي العلم وفي الدين، والمغاربة الذين كانوا ينتقلوا حتى إلى مكة يترحلوا في كل البلدان التي يمر بها كان ينشر الدين بصورة كبيرة جدا، سبب من أسباب نهضة الدين في العالم العربي وارتقاء الدين في العالم العربي كان أبناء المغرب الذين كانوا المشايخ الكبار الذين كانوا ينتقلوا من المغرب سيرا إلى مواسم الحج ويمر بعديد البلدان العربية، وكانوا لا يعني ليس مجرد مرور بل ينشروا دينهم وسماحة دينهم، وهذا أثر بصورة كبيرة جدا حتى في انتشار الدين. قيمة كبيرة لهذا البلد العظيم.